طب كان مفاجأة إنه دانيال هورتن المعتدي يقرر الدخول في الإسلام بعد يعني ما وصفه بتسامح حضرتك معه، فكيف تعلق على هذا الأمر؟ والله سبحان الله، ده كله من التخطيط من ربنا سبحانه وتعالى. اولا انا بيني وبينك يعني ما انا بؤمن بحاجه واحده، ده قدر. هو ده مش ممكن انا احاسبه على اللي حصل، ده ربنا كتبه لي انه انا اسب يعني في اليوم وفي اللحظه في الثانيه اللي هي حصل لي الحادث ده، وبايده هو ده المفروض انا اللي هي اتقبل كمسلمه اللي هي بؤمن بالقدر، فده قدري. فمش ممكن انا يعني اكون في حاله غضب، هو انا هستفيد ايه اذا مثلا اللي هي، وبالله سبحان الله ربنا اللي هو ارشدني انا اسامحه يسامح قدام الناس اللي هي كل خاصه، وانه في الميديا هم اللي بيقولوا لي حسامحه، طبعا اسامحه انا ما حستفيد حاجه اللي هي بانه هو يعني هيعاقب بايه. بس الراجل صراحه كان عنده احساس لما الضابط المسؤول عن اللي هو القضيه دي، فقال له شوف وراه، هو قال للضابط جاني هنا وقال لي انا وريته الصور بتاعتك، فبص كده وابتسامه غريبه وقام قال له بص انت دلوقتي عملت له اذى جسيم. هم قام قال انا والله ما كنت عاوز اموته، انا لو كنت عاوز اموته كنت موتته، لكن انا في رساله مش عارف حاجه غريبه جدا للي ورايا مين. المهم انه طبعا بعدها قال له بص بكتب ده كله اللي هو سامحك، فقام اثرت فيه شويه يعني عارف انه طبعا اي حد ممكن يقول لك الله ينتقم منه مثلا، ولا انا مثلا غضبان عشان هو عمل كده. فكانت رد الفعل انه هو قال له ايه رايك، طيب هو اللي هي انت بالوقت ضريته هو سامحك مع انه انت ده اذى وعملت له سكاره اللي هي علامه في الرقبه. فسكت الضابط بيقول لي بص كده وسكت شويه عن زي اللي تاثر انه ازاي يعني انا أذيت واحد ويعني معروفة أنه اللي هي المفروض يكون ده غضبان يعني إزاي بيسامح، فربما دي هي غيرت اللي هي مجرى حياته. كان هو فعلا بتردد هنا أو على المساجد، لكن بغرض أنه حاجة ما تعرفش، ما كان مسلم، ما كانش اللي هي هو غرض الإسلام، لأنه الضابط سأل وقال له أنت ليه اللي هي ضربته، قام قال له ما أنا بس اللي هي عاوز أدي رسالة اللي هي للي وراه. فقلت له غريبة مين اللي وراه يعني هو في يعني. فالمهم انه الحمد لله دي كانت يعني صراحة، وسبحان الله شوف هو دلوقتي الفقر اللي هو خد 11 سنة و3 شهور.